الانتخابات الأمريكية، هل ترتبط ارتباطا مباشرا هذه الانتخابات مع ربما التغيرات والتذبذبات في عالم المال والعملات؟ مباشرة نذهب إياكم مع المحلل الاقتصادي والخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم. أسعدت صباحا بكل الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك. يعني هل فعليا البعض يسأل ويستفسر، هل عالم المال واسعار العملات والاسواق المالية العالمية تتأثر ونتيجة الانتخابات الامريكية وترتبط معها ارتباطا مباشرا؟ لا شك بانه الانتخابات الامريكية ونتائجها سيكون لها تأثيرات على حركة الاقتصاد في العالم وبالتالي على حركة الاسواق المالية والعملات. لأنه الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد حتى الآن في العالم، وهو يشكل تقريبا خمس اقتصاد العالم، وله لأمريكا دور كبير في حتى إدارة الاقتصاد العالمي وإدارة الأسواق النقدية. والدولار عملة مهيمنة على العالم بأكثر من 200 التداولات النقدية، وبالتالي لا شك بأنه أمريكا يعني تلعب دور، هذا بتولى إدارة حكم في أمريكا له تأثير، لأنه في عنا حزبين كل واحد منهم عنده سياسة اقتصادية مختلفة. وبالتالي أظن الآن مجرد انتهاء الانتخابات، مجرد انتهاءها وبسلام وإعلان عن نتائج، هذا بريح الأسواق بغض النظر مين بيفوز، لأنه الأسواق اضطربت في آخر أسبوع نتيجة لهذا حالة الغموض اللي كانت دائما تلف الحملات الانتخابية والتوترات، وبالتالي ما كانش في يقين. لما تنتهي الانتخابات ترتاح الاسواق، تبدي تاخذ اتجاه اما صعودي او هبوطي، ورق كمان لنتائج انتخابات الكونغرس، لانه كمان اللي بالكونغرس بده يكون اما مساعد للرئيس اللي بيتولى الاداره او بده يعارض الرئيس اذا كان من لون سياسي اخر، وبالتالي هذا بيحدد كمان ارباكات. على كل الاحوال نعم هناك تاثيرات كثيره منتظره لنتائج الانتخابات الامريكيه على حركه الاقتصاد في العالم واسواق المال والاملاك. نعم. طب يعني دكتور ايضا هنا نسال، في اي الجوانب نكون بمأمن من ناحيه الاستثمار؟ يعني البعض بيقول اي العملات افضل ان نستثمر وان نلجأ اليها في ظل هذه التذبذبات والتغييرات الحاصله والتي من شأنها فعليا ان تحصل كما ذكرت بغض النظر عن الشخصيه التي ستفوز. يعني العملات اجمالا الملاذات الامنه بنسميها يعني في العالم هي الدولار، يعني اكثر شيء ملاذ امن بالعالم وهو صديق الازمات وبالجهول والناس لما يكون في مخاطر عاليه. نعم. بدليل بانه يعني الدولار في الازمات الكوفيد مثلا، وباء فيروس كورونا، نعم، والتوترات اللي بتصير في العالم دائما بصعد، هو بكثير بيكون صديق للازمات، لانه الناس بتلجا له، لانه هالهيمنه اللي له الاقتصاد الامريكي في اعتقاد انه اذا انهار الدولار ولا الاقتصاد الامريكي بضلش في اقتصاد عالمي اصلا. وبالتالي اخر شيء بينهار هو هذا الدولار، لانه الجميع حريص على تماسكه، لانه اقول لك فيش حدا في العالم بيملكش دولار في مكان ما في جيبته في حسابه. وبالتالي هذا الدولار هو يعني يبدو الامن الدولي، هون بصير في لجوء له في الازمه. هلا الناس اليوم مثلا بتتحدث كمان عن دولار لحاله، يعني الدولار مثلا في ناس بتنوع اليوم، مثلا الذهب الاصفر ربما كمان اصبح ملاذ امن وصار عليه اقبال شديد، ووصلت الاونصه ل 2000 دولار وتراجعت شوي نتيجه للبيع. وهناك ايضا ما يسمى بالفضه مثلا، صار حجمها لامعه اليوم، صحيح، متوقع انها ترتفع. في ناس بتستثمر بالاسهم، بعض الاسهم لمعلوماتك يعني الازمه الماليه، ازمه الوباء ضاعفت اسعار اسهم كثيره في العالم. نعم. وكانت فرصه كبيره بانه لبعض الناس اللي كان عندهم اموال استثمروا في الاسهم والاوراق الماليه استفادوا. في ناس بيستثمروا بهذه الاسهم بدها فرصه، بعض الاسهم اللي بدها تكون حذر فيها الناس. لكن اجمالا العملات زي ما قلت لك اكثر عملات هي يعني اللي بيروحوا للناس الدولار، بس جميل انك تنوع في الاستثمارات. لكن اسعار الدولار وفق توقعاتكم هل ستكون عرضه للهبوط ام الصعود في ظل هذه التذبذبات؟ والله اعتمد على حاله
بيعتمد مين بيفوز. اذا ترامب فاز من جديد، ترامب بده دولار اجمالا ضعيف، ترامب بده دولار ضعيف، فدائما بيضغط على الاتحاد الفدرالي الامريكي احتياط الفدرالي انه يخص سياسات ما تقوي الدولار، لانه بده يصدر، لانه بده ينافس الصين. كل ما ضعفت العمله الوطنيه بصير كلفه انتاج وبيع السلعه في اسواق العالم اقل واقل، المستهلك بتنافس اكثر. امريكا اجمالا ترامب مصير القطاع الخاص، مصير راس المال، او السياسات الضريبيه مثلا لا هي عاد يعني منصفه للقطاع الخاص، فبيحبوا القطاع الخاص، بس في النهايه الدولار بضعف يعني، لانه اجمالا هو هيك بحب التجاره، بحب الانتاج، بحب المنافسه العالم، بحب يصدر. فمتوقع انه الدولار في عهد ترامب اذا فاز من جديد يظل مساره اما افقي او يضعف شوي، لكن الاقتصاد الامريكي بالمقابل يفترض بانه يقوى، لانه يحقق نمو، المناسب النمو في الاقتصاد الامريكي سيكون بعد المغربين. يعني إن أمكن دكتور عبد الكريم يعني الاقتراب أكثر من سماعة الهاتف حتى يتسنى لنا الاستماع. نعم أنت تتحدث إذا كان الفوز لترامب، وترامب لأن سياسته تسعى لأن يكون الدولار ضعيفا حتى يكون بالنسبة له، لأنه هو يعني كما نقول ينتشر بشراسة في عالم المال ترامب وفي عالم الاستثمار عالمه الخاص به عدا عن الفوائد الأخرى التي تأتي من هنا وهناك، وبالتالي هذا يعود لمن سيحسم نتيجة الفوز بالنسبة للصعود أو الهبوط في سعر الدولار. مية مية، أقول لك ما هو مجرد ما فاز ترامب وانسجم مع الكونغرس، إذا مثلا تغيرت الموازين في مجلس النواب اللي لصالح الديمقراطيين ومرروا صفقة المساعدات حسب ترامب ما بده، يعني اوتوماتيكيا الدولار بيضعف، وبالتالي يعني لانه في بسموه برنامج يصير كمي بضخ فلوس كثيره، وبالتالي الاقتصاد والاسهم ترتفع لكن الدولار منخفض. نعم بضعف. هلا بيعتمد بايدن بالمقابل، يعني هو عنده سياسه توسعيه بده ينفق على الفقراء، بس كمان بده يرفع الضرائب على القطاع الخاص. صحيح. وبالتالي لو بده يرفع الضرائب على القطاع الخاص هذا مش كثير بحب ذول رجال الاعمال والمال، ومش راح يستقبل ب حفاوي في اسواق المال في سوق نيويورك الاوراق الماليه، وبالتالي ممكن توقع انه الاسهم تريح شوي رغم انها وصلت ارقام قياسيه. فشوف في نتائج متضاربه، من الصعب الحكم بيقينيه، لكن بالضروره ترامب كويس للاقتصاد الامريكي لكنه مضر على المستوى العالمي. بايدن مريح في علاقاته مع العالم لانه بده يستمر على نهج اوباما، الملف الايراني ربما يعالجه بحكمه اكبر، الملف الصيني وعلاقاته التجاريه مع الصين مع اوروبا، ترامب وثر كل العالم، ولذلك على المستوى العالمي ربما نجد بايدن مرحب به اكثر من ترامب. وبالتالي نعم، وبالتالي نحن نبقى مع ما سيحدث من نتائج، اما ان نكون مع القنبله الموقوته ترامب بصراحه لانه غريب عجيب في طبيعه قراراته حتى في طبيعه خلق التوتر في مختلف انحاء العالم، او مع ربما بايدن الذي يبدي تفاؤلا من نتائج الانتخابات، لا ادري، لكن نبقى نحن في عالم المال والاعمال والاسواق العالميه الماليه هي الاخرى التي تتأثر بالضرورة نتيجة الانتخابات الأمريكية. إجمالا أشكرك جزيل الشكر دكتور نصر عبد الكريم محلل وخبير اقتصادي، شكرا، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم، والمزيد سيكون في أيضا التداول في الأسواق العالمية، لكن هذه المرة نسأل هل هي بحاجة لمبالغ مالية كبيرة أم لا؟